حول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعارة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة بن دعيج الخليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. سعارة الشيخ خالد، بعد التحية، ما هي قراءتكم لما ذكره الأسقف كاميلو بالين في مقابلته في المجلة الفرنسية؟ في الواقع هذه المجلة الفرنسية تعتبر من أهم المجلات المعنية بطبعا الكاثوليكية أو الأسرة الكاثوليكية في العالم. هي في الحقيقة ليست فقط فرنسية ولكنها موجهة للعالم المتحدث باللغة الفرنسية، يعني كل الدول التي تتحدث باللغة الفرنسية لديها هذا الاتساع وهذا الانتشار من قبل هذه المجلة. وهذه المجلة في الحقيقة ليست مجلة إعلامية أو مجلة ذات يعني صبغة دعائية أو غير ذلك، ولكنها في الحقيقة مجلة رزينة لها تقلها في العالم المسيحي. نعم. وليست في الحقيقة في حاجة في أن 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 تذكر مثل ما ذكرتها الآن. هي معنية بحياة المسيحيين الكاثوليك في العالم، وطبعا تعمل لقاءات وتشوف طبعا كيف ممكن مساعدة المسيحيين في العالم. وبالتالي أعتقد بأن هذه في الحقيقة شهادة من هذه المجلة المتزنة التي مثل ما ذكرت لها ثقل في العالم الكاثوليكي، على أن البحرين لديها هذه ولديها هذا الواقع من التسامح. في الواقع أنا أعتقد بأن يعني جهود جلالة الملك حفظه الله خلال السنوات الماضية في أن ننتقل إلى العالمية وننقل صورة البحرين وواقع البحرين الذي نعيشه يوميا إلى العالم الخارجي، لا يكفي في الحقيقة أن يكون هناك نوع من يعني التعايش الواقعي موجود في البحرين، ولكن العالم الخارجي لا يعلم شيء عنه يعني. نعم. ففي الحقيقة أنا أعتقد بأن هذا ثمار جهود جلالة الملك، أننا بدأنا في الحقيقة نجني هذا الثمار. بدأت الدول ومجلات ومتخصصة في هذه الديانات أو غيرها. نعم. تهتم وتحكي صورة البحرين الحقيقية، فذلك طبعا بلا شك أنه يعني تقدير لجلالة الملك وواحد جهوده. وأعتقد بأننا في الحقيقة بجهود جلالة الملك من خلال العالمية، مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، إعلان مملكة البحرين، هذا أيضا جهود عالمية على مستوى عالمي. وبالتالي ليس قريبا أن تذكر هذه المجلة وغيرها هذا التسامح الديني والتعايش السلمي في البحرين، بناء على كل ما طبعا قدمه جلالة الملك للعالم للتعايش السلمي. نعم. سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة بن دعي الخليفة، وضحتم مشكورين الجهود وتطلعات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. الشيخ خالد، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.